2000 دينار جزائري هو معدل سعر اللحوم الحمراء المحلية هنا بولاية صعيدة، أما اللحوم البيضاء فبـ500 دينار لكيلوغرام الواحد، أسعار يرى الجزارون أنها مرتفعة خاصة مع دخول اللحوم المستوردة وبسعر لا يتعدى 1200 دينار. أسعار ماهيش في متناول الجميع، الغنمي راه داير 200 ألف، حنا الغنمي وقت فات في صعيدة كان يدير غير 100 ألف، كانت كاع الناس تاكل. اللحم البقري كذلك كانت الهبرة دير 160-170، دروك راه دير 230، كانت دايرة 240-250، دروك السوق ولا شوية راه 230. كيسقسي أي بوشي، كي السوق يبدا يطلع البوشي ما يديش الفايدة، ما كانش فايدة. الدجاج ما بعناه ب 50 ألف للكيلو، 50 ميل. لا ما كاينش، أنا نخدمو غير هكا، أنا نخدمو باش نخدمو صاي. كيما البقري كنا نخدمو كونتيتي، إلا كنا البقري تخدم تخدم 100 طير، دوك أنا نخدمو 50 طير. دي لحوم مستوردة رانا غير نسمعو نشوفو في التلفزيون، حنا مازال ما وصلناش للحم، حنا تاني غير نسمعو، وماذا بينا يكون متوفر في ولاية صعيدة، يكون سومة ناقصة ويكون في متناول. المواطن البسيط يرى أن سعر اللحم المحلي مرتفع، والمطالب اليوم هي ضرورة دخول اللحوم المستوردة إلى الولاية لخفض أسعار المحلية منها. احنا ولاية صعيدة يستهلكوا اللحم الخروف بزاف، ما همش ياكلوا درك بارابور الناس اللي كانت ياكل. فهمتني ولا لا؟ على ساعة صعيدة كاع كيما داروا كانوا غير باللحم الخروف الشي، يعرفوا ولاية صعيدة بالشي. راه يدير 200-210 ميل بزاف. واللحم هذا المستورد هذا احنا ما نحكش تاع البقري هذا كاع ما نحكش هنا صعيدة. ما كاش سعيدة. الأسعار راهي باهظة، راهي باهظة جدا، ما لا في اللحوم لا في الخضر لا في 230 ألف هبرة ماهيش في متناول الجميع، والدجاج 49 ألف خلصت هنا اليوم، ماهوش حتى الدجاج اللحم البسيط تاع المواطن ما يقدرش عليه. ومع إشباع السوق باللحم المستورد وبسعر مقنن بدأت تظهر نتائجها في عدد من الولايات، والهدف اليوم هو تعميم توزيعها لتضبط الأسعار نهائياً.